كثيرا من الأحيان أشك هل قرأت سورة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك هل أعيد الركعة أم بماذا تنصحونني؟ أم أعتبر ذلك من الوسوسة؟ جزاكم الله خيرا. إن كان هذا من الوسوسة ويكثر وقوعه معه فلا تلتفت إليه، أما إذا كان هذا ليس من الوسوسة وإنما هو شك وقع منك فلا يخلو، إما أن تكون مع الإمام تصلي خلف إمام أو تكون منفردا أو إماما. فإن كنت خلف الإمام فإن قراءة الفاتحة بالنسبة لك ليست بواجبة، أنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله، ولكن مع هذا تحرص على قراءتها خلف الإمام في شفتات الإمام. لكن لو تركتها أو شككت في قراءتها فإن قراءة الإمام كافية ولله الحمد. أما إذا كنت منفردا أو إماما وشككت في قراءة الفاتحة فإنك تقرأها، إن كنت في الركعة التي شككت في قراءتها فيها فإنك تعود وتقرأ الفاتحة وتأتي بكل ما بعدها من أفعال الركعة. وأما إذا شرعت في ركعة أخرى فإنك تعتبر الركعة الأولى التي شككت في قراءة الفاتحة فيها تعتبرها لاغية، وتعتبر الركعة التي بعدها هي الأولى، وتتم صلاتك على هذا النمط، ثم تسجد للسهو عند السلام إما قبل السلام وإما بعد السلام، كلا الأمرين جائز والحمد لله. جزاكم الله خيرا.